ولمزيد من التفاصيل حول ما يجري حاليا في مأرب ينضم معنا عبر الهاتف مراسلنا زميل محمد عبد الكريم. إذن محمد، ما هي آخر تفاصيل الأوضاع العسكرية الجارية حاليا في محافظة مأرب في مختلف جبهاتها، امتدادا من حدودها مع محافظة الجوف في الدحيضة، مرورا بسرواح ومدغل وهيلان، ووصولا إلى جبل مراد والمناطق هناك؟ ما هي آخر مستجدات لديك؟ نعم هشام، الجديد أن الاشتباكات المتواصلة والاشتباكات العنيفة والعنيفة جدا هي التي تدور الآن، تدور رحاها في مديرية صرواح، وتدور رحاها حول معسكر كوفل، هذا المعسكر الاستراتيجي التي تحاول الميليشيا السيطرة عليه وعلى الجبال المحيطة به. تدور الآن معارك شرسة في تلك المنطقة نتيجة هجمات شنتها قوات الجيش الوطني على مواقع كانت الميليشيا يوم أمس قد أخذتها، واليوم استردت بعضها قوات الجيش الوطني، وإلى الآن لا زالت العملية مستمرة ما بين معسكر كوفل في المنطقة التي ما بين معسكر كوفل وما بين منطقة المشجح، وهي جبهة استراتيجية وهامة مسيطرة أيضا على مختلف مناطق تتبع مديرية صرواح. أيضا لا زالت المواجهات على أشدها في منطقة الرخيم، وهي منطقة تقع تحت جبل هيلان وتتبع منطقة الجدعان، لا زالت المواجهات هناك على أشدها. الجديد أن الميليشيا تدفع بالنفقات القتالية المتتالية والتي تسقط بين قتلى وجرحى نتيجة صد قوات الجيش الوطني لتلك الهجمات التي تشنها في هذه المناطق الممتدة والشاسعة. حسب مصدر عسكري فإن قتل الميليشيا اليوم أمس فقط بلغ أكثر من 105 قتيل، بينهم 4 قيادات ميدانية، بينما بلغ عدد الأسرى إلى اليوم في الثلاثة الأيام الماضية قرابة 117 أسيرا في هذه الجبهات الثلاثة المحتدمة، ولا زالت المواجهات على أشدها في صرواح وأيضا في منطقة الجدعان. طيب محمد، ذكرت أيضا في حديثك بأن الحوثيين ركزوا هجومهم على المناطق المحيطة بمعسكر كوفل، ويبدو أنهم يرغبون من خلال هذا الهجوم سيطرة على المعسكر وتلال المحيطة فيه. هل تعتقد أيضا بأن الهجمات المختلفة التي شنها الحوثيون وتصعيدهم على مختلف الجبهات في محافظة مأرب ما كان إلا تشتيتا لقوة الجيش الوطني لتركيز هجومهم على كوفل والسيطرة على المعسكر؟ بالنسبة لكوفل هو وهو معسكر مهم بالنسبة لجبهة صرواح، وهو القفل الحاكم لجميع الجبهات المسيطر عليها الجيش الوطني في تلك المنطقة والممتدة إلى حدود بني ظبيان والممتدة أيضا إلى جبال هيلان. تحاول الميليشيا من خلال السيطرة على كوفل أن تطبق الخطار وأن تستفرد بمنطقة صرواح كلها، حيث لا زالت الاشتباكات تدور في ميسرتها وميمنتها، وأيضا تدور الاشتباكات في محيط معسكر صرواح الاستراتيجي والهام. أيضا تقدم من جبهة الكسر نحو المنطقة تتمركز مخيمات النازحين والتي تبعد عن المدينة قرابة 5 نعم، لكنها لم تستطع أن تتقدم من تلك الجبهة، بينما انحصرت تقدم أثرت المواجهات الشديدة والنفقات القتالية المتتالية التي دفعت بها في منطقة كوفل وركزت على كوفل. ويبدو أن الساعات القادمة ستشهد مواجهات شرسة، وتابع الأخبار التي تأتينا من هناك من قبل الجيش الوطني ومن قبل المقاومة الشعبية. الجديد هشام أن المقاومة الشعبية بمأرب اندفعت، الناس هنا اندفعوا بشكل كامل نحو الجبهات، لذلك نرى المدينة اليوم شبه خالية من السكان نتيجة وخاصة المركبات العسكرية نتيجة اندفاعهم نحو الجبهات ونتيجة الضغط. يعني تقول الآن بأن هناك حالة استنفار داخل محافظة مأرب وأن كل أبنائها اتجهوا كمقاومة شعبية إلى الجبهات لرفض الجيش الوطني فيها ومواجهة الحوثيين هناك؟ ما زالت أيضا الصور تتوارد من محافظة مأرب وقوات الجيش الوطني وهي تقوم بأسر عدد كبير من الحوثيين، وكما ذكرت أيضا في حديثك بأن هناك نسقات متعددة من الحوثيين هاجمت ووقع عدد منهم في الأسر. أخبرنا بشكل مفصل وأكثر محمد عن استعدادات الجيش والمقاومة في مواجهة هذا التصعيد الحوثي.
في الحقيقة الجيش الوطني يقاتل بكامل الإمكانيات المتاحة له من الناحية العسكرية وأيضا من ناحية العتاد المتمثل في الرجال. الجيش الوطني يقاتل مستنفرا جميع خلايا، مستنفرا جميع كفائته وألويته في جميع. أصبحت المناطق العسكرية إلى الآن تعمل في نسق واحد وتعمل ضمن آلية واحدة تديرها الدفاع، أيضا إلى جانب الجيش الوطني كما قلت لك تتواجد قوات المقاومة الشعبية وخصوصا أبناء مارب يتواجدون بكثرة بسلاحهم وبعتادهم الشخصي، بل ويقومون بشراء الأسلحة وتموين العديد من الجبهات من جيوبهم الخاصة، وهي مشاهد لم نرى من قبل مثلها من قبل، أن أبناء مارب يدفعون بأموالهم بهذا الشكل دفاعا عن محافظتهم وإدراكا منهم للخطر محافظتهم جراء إصرار الميليشيا على التقدم من مختلف المحاور القتالية. جبهة الجدعان هي الجبهة الرئيسية التي بدأت فيها الاشتباكات قبل أشهر بين طبيعية في منطقة صرواح، والآن العكس تماما، تدور المواجهات بشكل كبير وبشكل عنيف في منطقة صرواح وبشكل كبير وبشكل عنيف في بعض المناطق. محمد نعم فقط هناك ملاحظة بسيطة، لأنه أثناء حديثك هناك أصوات لأزرار الهاتف، فأتمنى منك أن تركز على هذه النقطة. هناك أيضا كما ذكرت، إذن هذه هي الحالة العامة في محافظة مأرب، استنفار كبير وعمل متقن من قبل الجيش الوطني في صد كل هذه الهجمات الحوثية. تعالى نتحدث أيضا عن الجانب الإنساني وخاصة قصف الحوثيين بالأمس للأحياء السكنية في محافظة مأرب، أخبرنا أكثر عن هذه الجزئية. نعم، هو بات من المعروف أن الميليشيا كلما عجزت عن تحقيق تقدم في الميدان وعجزت عن تحقيق أي نصر يذكر في وسائل إعلامها تلجأ مباشرة إلى قصف الأحياء السكنية وإلى قصف المدنيين في محافظة مأرب، وهو ديدن اعتاد تخوف التي دوما يتضرر منها الأبرياء، لكن المدنيين هنا يدركون الحرب التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مع الميليشيا وأيضا مع الجيش الوطني ومع المقاومة الشعبية، والمدنيين هنا لا يوجد في أدنى تخوف من هذه الصواريخ التي تحدث، وإن أحدثت أضرار لكنها لا في الناس ولا تؤثر فيها. إذن شكرا جزيلا لك زميل محمد عبد الكريم مراسلنا من مأرب.